عندها الكسور ده برنامج قاره او اينو اه ونلا جوجس لماركانا اينو واحد بدن كويدين دونو بوغا هيغادا افكا سوماليغا هابكا عصب او ونلا جوجو استاذ احمد عبد الكريم حرسي او ساو كميدا اما كترسن اكاديميه علميه فنكا يسوغانتا واحد بدن كسو شقينيه وزارده وحبرشده هيدها يا تعليم تسله waxa barnaamijkan gaar ka aynu si gaar ah kaga hadli doonaa buugan ee habka cusub ee higaada afka Soomaaliga ee uu qoray Ustaad Axmed Cabdikariin marka hore intaanan faahfaahinta buuga iyo aan u gudbin iyo su'aalaha soo socda ee aan soo dhaweeyo Ustaad ku soo dhawaa telefishinka qaranka waxaan ma dhinaynaa waqtigaaga inaad bulshada la wadaagtid faa'iidada ku jirta buugan cusub marka hore intaanan buuga iyo ugu dhagayn waa kuma Ustaad Axmed Cabdikariin xirsi أحمد عبد الكريم حسي وحويان إن أنا هو هذا برشلونة يعني واحد من كشرين هاي هنقول شيء ما غير هذا أودويني ما غير هذا أودويني أو هاي بروح كرت سانجتي كل كتولير هذا ده من البلاء اللي هذا هاي هالكاس أيان ما هاي كل شيء برشلونة هو سير حوالين غري طبعاً كمال بتاعنا الله سلامك سوقاتي بقالة هرقيزة بأن سنة كيسة دحال باليس وبدلي محوهاي يعني محوهاي كسوة بيري ماشي يمكن هذا فوري انتك بالولي شي بريقوري مع هذا المعلمي كيار كاسم كسوة بيري لحذر يفتدل إيضان وكذاني شي بني محوهاي توسي عاس محوهاي طبعاً كمالي منت دولا عاس محوهاي كسوة شري مركا انتاس وحب رشاد هم كسوة شري لحذر يسيار كي مركي محوهاي ملتري وقبسنا اي دلك أيام كان هذا الفولي أيام صوبي رئيس الوطن استحنا وكبحي مركا وحياة بعض من قصة غرفة وزارة حبر شلو دكسي الله يهوس سريع عنده شقي كدي بحنا سوري رئيس طلبة كي معلمين تا بي بي دلو رنشي بالمدو وهاي معلن كا حدنا معمولة كان رغضي وحياة سيد بي كدي بسيدتين كي بيالها سنان كتيري وان كور بيالها حبر شلو قبر كي جزو كزو شقي راس الحسن ستيتي ستحري ايام كسول الله يزارد حبر شلو مركاسها وحل ايب تري اكيد مدعي ما فوقي سوغان تنكو بيغي مركاس هالكاس سوغان كان غضي اسلام مركي وفضي الكوكونا اسمه واحد كان غضي الى ابو البركينا وحن شوقي اكيد ميده هذا ما كده سلطح انا واشك هذا ما سلطح استاذ احمد وحرم انا ستوص اقودا قرنو برامش كينا قار كام كسابسا بوغن هنقادا افكا سوماليكي هاب كعصب انتان سؤالها اقودا قرن مركور فافحي محنا قسيسا بوغن بوغن وحويان اف صومالي انكشغيني اما بوغن وحويان سيديبا لو اخريا اف صومالي لو نقرا بوغن سادوكتاي مركي كوبي سغاشكي بلبلكي دحاي وحولي وي بلبلين اف صومالي لو دواقي اي لهلغلي اي وحدو اس وين لو شقيون لو شقين او انو ان كمدك شقين اي او هيرغل حفيسه ملك سلا او شقي او مخا كان غلي وان بابي ابل بارك سو ساري مركا كدب وحال على اول لما نحتاجنا بس هو العيون لو قال يعني نحتاج لو انكم هو هيرك يوبيغي دي مو يغري دي مركي دوله دي سوماليا دي لو سو يغري ستول ما كون يسال كي ميلها سال دي لو سو يغري مركا سان كو سو بيري هدان مو هاي دوله دي ayaa ku soo biiray ee wasaaradda xabashada sidaa tahay soo soo biiray hadana aniga intii u dhaxaysay ka shaqeynayay in xabashada ahliga ah oo blank markaas waxaan noqday agaasimaha waxa dhaqanka iyo horumarinta Soomaaliga Soomaaliga oo buluug waxa xabashada meesho baba santay waxaan kama qaban karo marka wax eegay kaliya sidee loo soo nooleyn kara af Soomaaliga si ay ka aad uga fikiray bedelan marka in اللي وحولي وي بابين انت عينك هيدنا وحا مهو هاي وحا أبورمي وحا أبورمي او سوغ سوغ لأ أفكرة أيام هو هاي بلاوضي او أف عربي او أف انجريسي او أفكرة أيام هو هاي سوغ بلاوضي ماشك سوغ بلاوضي مركاسة وحا لسمي اسف سوغالي سوغ على يساري سوغ كبحي كبير يسمى سوغ كبحي مركا سوغ عينك هسا ayaan hooyay in aanu waxa ka fikiray sidoo soo noolaya marka waxaan bilaabay ee baaristan baan bilaabay markii ee baaris ku saabsan af Soomaaliga sidoo fudud u fudud ee loo baran karo sidoo soo noolaya
dib loogu soo celiya ayaa muxuu ahay in cilmibaaris sameeyey. Laba sano ayay socotay cilmibaaristaas aan sameynayay. Labadii sano markay dhamaatay waxaan bilaabay inaan marka tijaabiya bal waxaan qoray. Muddo afar sano ku dhow ayaan ka dhigaya xaafadaha iyo masaajidda iyo dadka waaweyn iyo odayaasha iyo dadka haweenka iyo dhalinyarada iyo caruurta iyo marba qaar ayaan ku tijaabiya bal sida ay unoqotay u hagayaan. Kulli waxay isoo baxeen boqolkiiba boqol Google bay soo wada baxeen dhammaantood. Marka dadku waa baraysay habka qoraalka iyo akhrintu. Haa, sidee loo akhriyaa, sidee loo qoraa ayaan barayaa. Markaan intaas ku guuleystay, markaa waxaan qoray buuggii xogkubyaal baan ka sameeyey wasaaradda waxbarashada ayaa markaa u bandhigay. Agaasimayaashii baan u qeybiyey, way soo akhriyeen, way soo akhriyeen, akademiyada ku jirta way soo akhriyeen, manaahijtii baan u bandhigay way soo akhriyeen. Dhammaantood waxay ii wada sheegeen in uu yahay barnaamij aad u wanaagsan oo u baahan in degdeg loo saaray. Soo saar buuggan. Waa garta oo cilmi baaristii ka dhashay. Ka dhashay, ka dhashay. Marka adigu mashaakilo badan oo ka dambeeyey oo aan usoo saari karin waaye, akhirkii waa soo saaray buuggii. Waa kan isaga oo muxuu ahay daabacan. Saas ayuu muxuu ahay ayuu kusoo saaray. Gaada soo saaray habka cusub ayuu markaa kusoo noqday. Waa usoo laaban doonaa su'aalo badan igu jirta. Cilmi baarista kusii soconaya laba sana cilmi baarista ku jirtay. Waxaadna ka bilowday inaad si farsamo ah ama si tijaabo ah xaafadaha uga dhigtid masaajidda. Dadka aad baraysay da ahaan halkee u dhexeeyey? Dadka waaweyn kulaanu baraya, dadka waaweyn balse u fahmayaan oo odayaasha ayaan mahay ayaan u barayay haweenka waaweyn, dumarka gabdhaha iyo dad kale ka yaray dhexdhexaadka ah. Caruurta yaranay waxuu ahaa tuma jirkaas dee jirkaas kaa jirkaa kuwa eegan guulana baray. Waxaan eegay bal qolwalba sida ay u fahmayaan, ay u fahmi karto ayaan u fahmay. Waxa weeyaan qolo waliba si wanaagsan bay u fahamtay. Aqabad maxaa aadatay inta aad ku jirtay cilmi baarista? Aqabad? Aqabad maxaa la kulantay oo inta cilmi baarista ku jirtay? Tusaale ahaan, dadka aad baraysay halkuu taagnaa heerkooda afka Soomaaliya qoraalka? Waxa weeyaan dadkan af soomaali misal qoon afka caadiga ahee suuqa hadda ay u dhasheen ay qaadan sida loo akhriyo iyo sida loo qoro midna maysan aqoonin. Marka dadku wada cusub bay ahaayeen waxaas. Qaarkood waxay ahaayeen qaar intay iskuullada bilaabeen fahmi waayey oo muxuu ay ku adkaatay oo dhib ay waxba samayn kari waayey. Dabeedna markaan habkaygii tus habkii aan sameeyey aan tusay waxay noqotay wax sahlan oo markiiba ay fahmi karaan. taasaan markii muxuu ahaa kusii socodsiiyey ilaa aan ogaaday in habkan uu yahay hab si wanaagsan u shaqeynaya. Waa garta booga marka la fiiriyo ciwaankiisa kahore gaada afka Soomaaliga waxaa jirto bil xiran iyo bul furan oo aad gelisay habka cusub. Maxaa ula jeeda habka cusub? Waxaan ula jeedaa anigu sidii aan markaan macalinka wax ku soo dhigi jiray macalimintii kadib sidaa ku dhigayna haddana wax lagu dhigo ya hab aan ahayn baa buugga u diyaariyey. Af soomaaligu dadku anagu soomaali baan nahay, dadka horeya oo soomaali afka iyaga u dhasho yaqaana qofka aan iskuulba gelinay af soomaali sax ku hadlayaa dee afku ku hadlayaa ma khaldaa wuxuu magaalada sidaa sida jiray wuxuu khudbayn karaa wuxuu doonaa ku sheegay isagoo wax saxan ku hadlaya oo khalad gelinay way waa soomaali. Hooyadii baa bartay af soomaaliga. Lahjad walba na hadigsan. Haa, waxa saxaba ku hadlaya. Marka in sidii loo dhigay kii markii la hadal akhriyo wax ayuu adkaan. Adeeg ayaa ka soo baxay. Mushkiladu waa maxay? Sida loo dhigayo waxbaa wax khaldan baa meesha ku jira oo aan muxuu ahay hore loo soo saarin. Oo buuggeygu uu macalimaashada ay soo saartay. Waa maxay? Bal macalinkan fasalka koowaad dhigaya aan dhigaysano wuxuu leeyahay wuxuu ardayda u dhigayaa ba ta ja ayuu dhigayaa. Wuu u meerinayaa, wuu xafisinayaa, way xafidayaan. Marka bilow bil ka bacdi haddii la yidhaahdo uu codkii keeno oo ba ku daro muxuu ahay cod ku daro ayuu haddana wuxuu yihi ba
كل واحد كان توفر لي أول مشي ولا كسيسالين لكن إنا الميرة أي مع الفرتيج ده وزا مع الطلبة ما هبر هيه وويا ويقول مع التيه هنا أذول كتير وهاتن تنا بقى لكن تنتم به وبقى بقى ها ويا أود كصدرت وحن صدرت تيه هنا كل يد هيد بقى ما هيد تنا أود كصدرت يمكن هو بقى معلن قوم فكره مركا او اوو جوابو انو مركا واخ قسمه مو يعني ميلو وكذا مركا اني خدكو كساري او ما او شنو كو سيري او بشو كو او باري انا كنوصل واخ صحو ودي واخ صحو ودي يم شغلمو انا كيري واخ صحو وشي ماشي قالت كو جيره وحلكا وحلكا باش خلص كو جيره اف صومالي هو كهلاوي او كو كخريم واخ ويان وا بنوغا بلوغ كهلاب بوغنا وبلوغ اف صوماليك و خيري ولادكي وزو هيلا قرانكي الف كهلاب البقره كمتص البقره كمتص الف كمرك فصل كود كهلاب او ما هي غادي هلو ديس وسو او فهم بو كم حي سنتكي ها كيلو بس سو شي كوين بوغليا مخو و خي هولو مو فاهمين بيه مركز ونعيا صومالي ونعيا افكر ونعيا معلم ونعيا وحور ونعيا وكوري مانيا مركز وكوري مانيا مركز اساس سكوت كاري مركز واخا وي با ما اورنيا مي دوري تتم با با تن شغل كل صعدو او ادخل صعدو ايا با توري با اورن مينو ويمنا كل دوله ولا شو كل دوله موقتي مي دوري واخا ويان وحن كشيغينا بوغي يقول تبا او شيء او اكو اخري مهنت الباب يا حيال واصمت اما هو علامه اما هو استان استان بوتي باي ذا واي با لما اودنوا واي واش باني يا روحي شبريا اظلم اقرا ولكن هذا كون با تاجات هذا مركا اصل سمح الله هسه حتى فتقال لك يا وحو سو شيء وي مركا شغلك على قال لنا شغلك واه اه شان شغل هو صبحين صمت كل شيء وصمت بق بعض الأولاد هاي وصمت بعض الأولاد هاي وصمت بعض الأولاد هاي بقى وصمت لوحانه صمت قرن أو بلوغي ها صمتين كل شيء هنا تعرفوا كل شيء هذا وصمت ماشي كهلا وذا وحال كاس بقى حبك وصمت وماشي وماشي كبلا بس كاس وعي صمت قرن بقى الأولاد معي والحلاولة صمت ده كل شيء معنا أصلا ماذا كل شيء لكن أنا صمت ما أقول شيء. شاسن كل مية عشر كينا. صم هذا كلام. متى كده بقول وكم بلعب يا ألف بس ولا كل أمان سكون رياض فرق الحين. سد حروف تنا عارف أكل فزديهين بقول رجيا. تصارع. ها. سد كل فزدي ما رجيا. تصارع محاك. تصارع وحكم إذا مثلاً عطان كنت صوت عشرة والله كنا. الله كاتري. حريق توصل التاجن. حريق توصل التاجن. حويس تاتو ساسا ساسو لقوري حريق تاتو ساسا ايو سمينيا مركوري حتى نعمل توسن وشيفتا ها ايو سمينيا او لين توسن اهتو توسن اها او ادو اهتو سي لابد عمر كون صحو وحولي كده حروفتن سمد التاغو لاد هاي سمد اللادة سمد الفادة سمد هذا او لغدا حريق وضو كريع ها سمد اهان اراعا ادو اراعا اراعا اها واسمدو سمد التاغو سمد يويان وانا بادي حريقو أوكي وين؟ مركو أنت عصحه وهم اللي مكان حلقون يعني و و و و و و و وغيره وين؟ أنت سو عشرة وأنت سو كم يعني هيبة؟ بوق لما الليل وصلناك هذا. وما الليل ما ليش وصل صلاة عشرة كسر الليل يسوى صلاة. عشرة كسر الليل. ليش كسر صلاة؟ عشرة كسر الله كنا فيري. وهو وين؟ حريق حوزن ومثل قفر. وحوزن تاعي تصل برا سامر كوي على جتها. إيه برا سا. بقى تاعه صعب. حتى يدي حوزن وبذ حفر. هذا برايسا ما ها كفل ميا انت اسو حروف كفل ميس سمد عاده سمد داده سمد قاده سمد ساده سمد اصلا كفل ميا او لو اسو ما ها كسمو كسمو ميا سمدها ولا صعنيس ولا صعنيا ها ولا صعنيا اوكي تامك هذا ميسو ها تودو بس وقتن وحيان حريجين تشدي ميزو تشنشرتا جرتا اي برايسا وتو علي هذا ميزو تشنشرتا برايسا كان سعيد قصر وعرق، مر كان سك عصير حاره ويجيب قشبة لا تينكو،
أم هدين جرت أم طاسة أصعته أم حوض أم هذا أم حوض ناس واسد حاس واسد حاس أضبرني ساعة وحول لي يا سبق الحوم وقول لي يا مكاس مرك واح وحنا كسرعنا أيوة حرفكي حرفك كسر على الوضيع أيوة يا الوضيع ها مرك هذا حال لما يشوف واد يسكون نسكت على حرف يسكون نسكت حنا قولوا دكتور يا واد يقولوا دكتور هذا سوينا ساعة مر تحظى أو سيسحى أو تحظى أكل سمد بعض سمد التعدد سمد شو سيسحى مركل لا يا إله سيب كل هني لا صح ولا صار لك تكون جودي وتحس أمر هذا المركز صمد بقى على فيريو وشغلك هو نص عضاء ونص عضاء هذا نواتنا ما كان يد واتنا لكن بعد جوني هان صمد هو أصمد لكن ما كان يقول واقع شغلك هو صمد وصمد هان هاس وأقول واقع واقع ممتع صمد بعض اللي ذا هوي صمد بعض اللي ذا هوي واقص يكون الشغل ماله وكله مكوا شبريش كل يسوي تغيير هاي شغلك نعوك الراعي واخر يسوي اسكال ولا يبرك ولا اسكال ولا يبرك سمتي يعود كذي وصاري وعند وويل كنت أنا بقى وكا وكان سمتي وتر بعد الوتر ثم ما كان بعد تأجى حتى ما نغرس وواقف ويا أحد بأوفر فايس أستاذ مكلا في بوجن ما دام فائدة بدل نوح بارسين وحنو العصب يا مركب بوك سنو العصب يا مركب وحول جان قال يا هابك عصبات الدنيا أصعب واقف مركب لفيري هذا دم كأول لعبنا وات أوجيت لبيت تدواتك زدحية تدواتك كلا أفر تدواتك كيف فرتنت القرية يقول لي غير ميجي دتك سياحة كلا دوار لبرة قفك الله وتو أما لوح قفك الله وديك أجهد الله وخر سياحة كلا دوار مركب في سيد ماشى أجو إن تدواتني أفر تدواتني زدح أي حد ماشى أتاجنا محافظ يقول حياة كأقوية الآن وحول حياة أفصل عليه وهو كل سؤال أنت أصله سيدكم السؤال حتى يقولون يشكلون لما تذكر لكتها سنوات بين كل سؤال أنا وأي دري أفسواري لكتها أفسواري السبب بتاعه أنت أصله سيدكم السؤال يا ده وزارة بس الله يقول شو يصير أفر سنة تسيء هوسة أفر سنة حالا يا آخر سؤال سؤال يا أفر سنة إنه برتوا أدي وآخر سؤال دوكس يقدر هم الكل بالعوية وحكي سر يا وعلمين تأفكر ولا علمين يا بروح هيك أو هيك دوكس هو سك سر يا وعلمين طالما هاي ونحوه ومه هاي سوينتي قوية دي ما هي دي وهي قوية وحصل مال يا البرية مركاين استاسوا كم سنة مركا أفر سنة أردن وهو كتير عارتي هو آخر سؤال سبقت له مركا إمك سيدي هلا وين الله لقيا ولا سيدي خوري، عنو جي وكهر لي، أي الله اللي جاية ولا قصة له، لكن سقاب كني، وعشرين ستة عشر، بو كله لي، وعشرين ما كان كان تسعة بالوضع، وعشرين ستة عشر وكان، سبعة كان، وهل بالوح كير، ما كان عشر كيلو لا بشر لا ما المود يقوله، وما الأنسي دينه، ما كان أكل إلنا، والله بلو، يقوله ما ليه. كيف كيسوا الله بلوم كل ما عليه؟ ما قدرتي. الله بلوم كايلو لما تو حتى لو تبى بلوم بلعب حتى تبى أنصوصان عشان شاشته صوصان لما رجع. وأقدرت أستاذ مركز في هذا بوجان وصباحي مركز تأو حلق رقف وحقرنا. أما عن بارز وسمي. أحبه أو طلقة. يهدف أولي. بوجان يا أو طلقة شيء. بوجان waxaan ma daam aan saaso soo saaray boqol waxaan u tala galay qoys kasta oo Soomaali ah oo ami hacho ama yar hacho ila uu Greenland joo iskandinav hacho Australia hacho kala markaas hacho qoys kasta oo Soomaaliyeed oo ilmo lahayd uu baahay buqbuqan uu baahay buqbuqan uu baahay guriga uu yaalo Soomaali kan marka in qof kasta wuxuu baahan yahay in uu gulugi maxaa cid kasta ayaa qaadanaysa buugan dadka oo dhan baa u baahan cid gaar oo ku socota majlis kulli dadka kuway oo weli kulli u baahan qof kasta oo Soomaalida buugan ay u baahan yahay waa kasta marka hada buugan la fiiriyo ustaad hada dunidu casri waayo teknoolojiyad ayaa dadku xireen ah بوغان ما دام هدا ويا مد هذا وقعدت الوقا بسنقر لا غير سنقر ما كفكرت انقاب اونلاين دوت كو اكو هنا وحان كان كبلا ما حساب حتى ان مكان مركا انه سمينا ما هو هاي انه تي في او سي دي هلو 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 ما سمين
أستاذ واحد بدن أيات كسر جرتي لنا عن أفكا سوماليا كشقين تيسا هيرك الدول نواصل مرت ما كان فيدي هذا أفكا سوماليا وحليل هذا وحكود إلى أفكا دبر قاع هذا لا يقال أو أن لو دب خمن ما كان فيدي شيء حاليا بدت كي جوي إن أفكا إلى أنت تيسي لفيدي وعدت كأديب وكلا وهذا دار ولا هاي شيء ما حاجي كسوماليا لو قلت لي هدي لو أيه dad sidaad oo kala oo sidan oo kala dhaxal u reebka wallahi waa arin culus weeyaan waa taa hadda aan buugan ka sameeyay waa taa dadka oo dhan ugu tala galay inay ka faa'iideystaan waayo dibadaha waxa ka imanaya su'aal badan ma ka imanaya su'aal badan waxa la yiraahdo Soomaaliga ma baran karo qabaanu baran ma hayno oo ma hayn waxii hore la sheegsheegay waa inuu adkaaday hadda tan oo talmaan waxa tagin moodo waxa go'olin marka in waxa loo baahan yahay in habkani haa badan oo kala alifo oo aad loo muhay hirgeliyo si ay muhay u soo af Soomaaliga u dabar gooyay oo waxaan aad ugu faa'iido aad u rajaynayaa in dad aad u badan ay af Soomaaliga dib ay ugu soo beeri doonaan marka ay buugan arkaan oo helaan in ay barashadiisa aad ugu tahay doonaan oo qof lagu qabsan doono waagaa أستاذ كان أهم مادام قف واحد بدن أوقاتها أو أفكار صومالي جيت واحد بدن سجرة تن يبربر كي تركه وحلي هذا أف صومالي جوحه نقض مشروع جوني أو خف قصة أزكير هذا وكش قينا غر مرة صحيح مركب سدير له هلك را واحد صح أو برشين الله مر هبابينين أو ذلك أخون تلو أديك أكو جرتين لو قف إذا سان كردت كنا مرحبا بنت الله قد عافيك را وهاي بعد هاي إن إن حاجة دولة الله مره يوزنت حاجة لامرو، أو تعبر معلمين ترسيو، تعبر معلمين ترسيو، الم هو هاي البواد بدلنا عنو سو صارو، الذكر اللي حق بترو، وحبر شذا الصب الم هو هاي القاب حبك الصب لا 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 مريض معلمين ترى تعبر وتعبر عشان ترسيو، مركا إن أدي معلم تعبر وعشان ترسيو، مركا وحل هلي يا دكتور عشان صوب حيا، دكتور عشان بروش عشان صوب حيا. marka ku asaasi ah gaajintoona marka tabarro in la qabto oo qaabkan loo maro fudud la turxan bayo ega Soomaaliga markii la inta hirgeliyay aanu biyiga u baxnay meel kasta laga riday inta badna xafiisay meel kasta lagu isticmaalay inta waxay ka dambeeyay asana ma shiilin ay ihtimaam go'aan in laba siinin dadaal badan laba siinin oo lagu toostoosinayo lama siinin qofba meel buu la qaaday oo wada waxa loo baahan yahay in muxuu ahaay in Soomaaliga loo soo jeesto oo guddiga loo sameeyo oo muxuu ahaay in meel la saaro oo la shiilo hadda haddii la hawl sare eego weli la hawl taagan ma leh hawl taagan ma leh qofba wuxuu doonaa inuu ku akhriyo marka in wuxuu baahanyahay in hab dawliga loo fara saaro oo guddi loo saaro oo leeyahay muxuu ahaay exactly waxa san qaadayna suuqdiga laga saaro waxa suuqdiga laga saaro waxa saxda talo sameeyay waagta ama santa ustaad gabadhii aan ku sii dhawaanayna hada booga ma kala fiiri higaada afka Soomaaliya halka cusub ma booga ay ku horeeyaan mise booga kala rooje hada booga kale waxa kale aan qoray waxa wasaaradda u qoray waxaan gooni gaar ah qortay hore uma aan qoreyn waxa wasaaradda qorato inuu ka shaqeyn jiray waligaa buugan gooni baan qoray kan gaar si gaar baan isku xirsaaray aan qoron gooni aan waxaan qoro aniga kaliya isku ma hayeen meel la istaagay laakiin buugti hore waxa wasaaradda qaadatay way ka shaqo kala shaqeynayo bay hayeen waa gartay qoraalka iyo akhriska hadda afka Soomaaliga marka la fiiriyo ustaad axmedow dib badan ka jira marka la fiiriyana dadkii qaar kood af Soomaali sax ayay soo ku qorina laga yaa hadii aad tiraahdo waxa isoo qortaa hal jumlad oo dhameystiran ama laba jumlad marka aad tiraahdo dhalinyarada hadda u badan erayadii afka Soomaali waxa u maraysaa in la tijibiyay oo si kasta loogu raftay oo dhinaca loo rogay maxay tahay dhalinyarada wax looga baahan yahay maadaama idinka aad tiin jirka arintaas waxa kale dood baan ka leeyahay horta akademiyadu aad bay u hawlan tahay akademiyada ilmu fanka ee suugaanta
aad bay arrimaha ugu hawlan tahay. Waxyaaba badan baa isku khaldan oo aan muxuu ahay oo la bin habinaya. Dhalinyaradu meelo badan bay wax ka qaban karaan. Wasaaradaheena inta kaloo waxba ka qaban karaan way wanaagsan. In la hawlgeliyana way fiican tahay. Laakiin akademiyada, akademiyadu waxay ka shaqeysaa waxyaaba gaar ah oo aan hay'adaha kale ka shaqeyn bay ka shaqeysaa. Dhaqan bay ka shaqeysaa hiddi. Dhalinyaro meel dhaqan iyo hidde ka shaqeyn ma dhaqan iyo hidde soo joogeen. Soomaali karaan. Dhalinyaro dhaqan iyo hidde iyagu ma soo joogin. Marka akademiyada waxa dhaqan iyo hidde waxa soo jeeda dhaqan sidee yaal. Dadka hawlgabka ah ee meel kasta wasaarad kasta hawlgab ku noqday inta la soo jaraarada ku inta la soo ururiyo in akademiyada suu keeno oo waxa ku hawlgabeen laga shubo ayaa loo baahan yahay. Waxa kale oo ay ka shaqeysaa akademiyadu af Soomaali. Af Soomaaliga daweyn oo dhaqan sida ah oo garanaya muxuu ahayn sidoo kale ah ayaa ka shaqeyn kara. Dhalinyaro inay sii baabiisto mooye. Iyagoo ma qaba dhalinyaro. Waa dhegeyso, dhegeyso. Dhalinyarada ka soo baxay meeshan. Waa loo yahay qabteen. Maxay af Soomaali ka sheegaya? Soomaali kale. Waxa kale oo muxuu ahaa in laga shaqeeyaa. Hadii hiddii dhaqankii af Soomaaliga iyo muxuu ahaa in taariikh bay ka soo shaqeysaa. taariikh yaa yaqaanaan dhaqan sidii dad baa way baa yaqaan odayaal baa yaqaanaan dadkii soo way joogay intaas oo dhamay akadeemiyadu ka shaqeyso dhalinyaro kama shaqeyn karto soomaali kale marka hadii dhalinyaro laga soo baxiyo meeshan dee maxaa la maqay u shaqeynaysaa dadkii odayaasha haatir ay shaqeynaya ka fadhiisteen yaa kay miya wax sheegi doona dhalinyaradii naftirka soo ma baahna in wax looga tago wax loo sheego dhalinyaradu waxa u baahan yahay tababar waa la tababaraya ana yar waa loo baahan yahay joogta yar baan ana la joogta insha Allah waa tababar ila tababar loo hayna waxaas meesha yaal ee akadeemiyadu ka shaqeynayso ayaa lagu tababaraya tababar baa loo sameeyaa wal hergelinaya markaas ka shaqeynayo laakiin qof caadi ma soo gali karo meesha waxba kama shaqeyn karo taas in la fahmo loo baahan yahay dadka meelahaas ka shaqeeya dadka meelahaas ka fuliyo oo maxay halka fanaaxday oo wax ay taariikh yahay ma saxda ku haya oo aan gudahaas ka fuliya akadeemiyada in la keen laga soo ayaa loo baahan yahay bas roofro waa buugga usoo laabana marka hadda buugga la fiiriyo higaada afka soomaaliga habka cusub dadku waxay isweydiinayaan ustaadka hadda buugga wuu qoray xaggee laga heli karaa wallaahi buuggan waxbaan ka qoray waxoogaa baan ka sameeyey mowtahay buuggan inta badan intiisa badan aniga haysto gurigaygu yaala soo maada kara laakiin laba meelood baan waxoogaa ka dhigay oo maktabada hudhud la yidhahda ee iskooska maxuu ahay shaqaalaha taas waxoogaa baan geeyey matalan ixsaan la yidhahda ee inayo kasoo horjeeda xagga afar dad kasoo horjeedana ee xamuuyanaha sida waxoogaa baan geeyey laakiin intika aan haystaa intikaa haystaa dadka hadda ubaahan yihiin buugga sigaar kula soo way wabi qaadan waaye mamarkii buuggan geexda intaan geeyey manal xayeysiin dadka umaan sheegin marka dadkii horey joogay waxaan dhahay waxaan garan maayo inaan anigu bandhigna maad oo qabanay marka meeshii iska yara waa gartay ustaad alaa ma sultaa gabagabadiina soo gaadha fariintaada u dambeysa ee buugga iyo dhalinyaradii afka soomaaliga waxaan leeyahay waan ku soo gabagabeynayaa buuggan hab cusub buu ayuu wuxuu barayaa dhalinyarada iska waaweyn ba hab cusub oo fudud ayuu barayaa oo muddo gaaban agaga baxayo muxuu ahay qofku waa soomaali dadku soomaali weeyaan sa soomaalida anu markaan ingiriisi la baranaynay oo dhowre gutankii madaxdanka lexdaatii la baranaynay yo hadda marka la baranayo ilaa ku af ajnabi wayo marka waxaa lagu barayaa kelmado ayaa lagu barayaa miis kursi qalin buug derbi waxaas lagu baraya marka hore si aad dhowto ugu tiraahdo waa maxay waxa kale waa derbi kale waa qalin kale aad u tiraahdo ayaa lagu barayaa soomaali marka sidaa loo sameeyaa sidoo kale loo dhigaa ha laga daayo qofku waa soomaali oo uma baahna kelmado in la baro wuxuu u baahan yahay toos in shaqalka la baro codka in la baro codaynta af soomaaliga in la baro sida buuggaygu ku bilaabayo in la baro codayn la baro oo sida loo codayo la baro muxuu ayuu dadku u baahan yahay markaasuu si wanaagsan u fahmayaa oo akhriya wax ha hadda buugga buufin ayuu dhahdo buufin fasalka koowaad buufin baa ugu horreyso buufin ilmuhu buufin isaga yaqaan isaga cirka u diraa intu ayuu sabada u diraa buufin kelmada la bari maayo wuu yaqaanaa laakiin seen loo akhriya baa la baraya seen loo qoraa seen loo akhriya seen loo qoraa akhriya waa in la baraa marka shaqalkaa u baahan in lagu bilaabo oo de kelmad aan shaqal ku jirin ma la akhri karo
walaa akhri karo marka waa in loo soo noqdaa qaabka cusub loo soo noqdo oo qaabkan loo baro wax adana loo baro aad aad mahadsantahay ustaad axmed daawadaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu kaga hadlaynay buugga higaada afka soomaaliga habka cusub ee uu qoray ustaad axmed cabdikariin xirsi oo isagu ka tirsan akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta waan rajeynaya inaad wax badan ka faa'iideen oo aad wax badan ka faa'iideen buuggan qeybihiisa kala duwan iyo daawacadiisa intuba waxaa ka heli kartaan meelaha uu ustaad ku sheegay si gaarana ustaadku ula soo xiriiri kartaan hadii buuggan aad doonaysaan tan iyo barnaamij midkan lamid ah nabadgelyo